أيضا تستطيع في دقيقة واحدة أن تجني كنزا في الجنة، ليس مرة، 40 مرة. تستطيع أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله 40 مرة. تعرف ما أجر لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أجرها كنز في الجنة، كنز 40 مرة دقيقة واحدة. يا خسارة أولئك الناس الذين ضيعوا الأوقات وضيعوا الأعمار، ساعتين 3 ساعات يلهون ويلعبون ما قالوا فيها ذكرا واحدا. لن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، تعرف كم مرة تقولها في الدقيقة؟ 20 مرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، 20 مرة تقولها بالدقيقة. الواحدة منهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أرأيت أخي الحبيب، والله نضيع الأعمار، والله نضيع الساعات. أنا ما أدعي أن الواحد فينا يعني لابد كل وقت ذكر وطاعة، ولكن هناك أوقات فارغة ما في شيء. أنا أدركت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كنت جالسا معه مرة، بين اللقمة واللقمة يذكر الله، بين الاتصال والاتصال يستغفر الله، لسانه لا يفتر عن ذكر الله. تبي تثقل موازينك؟ بدقيقة تستطيع، دقيقة واحدة تثقل ميزانك عند الله يوم القيامة. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ما هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بالدقيقة تستطيع أن تقولها 50 مرة، أو قل 40 مرة لا بأس، أو قل 30 بالدقيقة واحدة. تستطيع أن تثقل الموازين، ويحبك الرحمن وتتقرب إليه جل وعلا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمة لو قلتها غرست لك نخلة في الجنة. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، من قالها غرست له نخلة في الجنة. أتعرف يا أخي الحبيب، نخل الدنيا كم سنة نحتاج إلى أن نزرع النخلة وتنمو النخلة وتثمر النخلة، والله أعلم بثمرها، سنوات. نخلة في الجنة، والنخل في الجنة ساقها ذهب بكلمة سبحان الله العظيم وبحمده. أيضا تستطيع بدقيقة أن تستغفر الله 100 مرة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله 100 مرة بدقيقة واحدة. تستطيع بدقيقة، تعرف ماذا تفعل؟ تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 50 مرة. اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد. 40-50 مرة تصلي على النبي. تخيل لو 50 مرة صليت، صلى الله عليك بكل واحدة 10، يعني 500 مرة الله يصلي عليك دقيقة واحدة. انظر كم تضيع علينا من الدقائق. فكر يا عبد الله، تظن أن الله خلقنا عبث، نلهو ونلعب ونشرب ونأكل وننكح وخلاص؟ ما يحاسبنا الرب عز وجل؟ يحاسبنا عن العمر دقيقة دقيقة، ثانية ثانية. يحاسبنا الرب عز وجل يوم القيامة عن كل هذه الأوقات التي تمضي، يحاسبنا الرب. أخي الحبيب، دقيقة أفعل كل هذه الأعمال، يعني هذه ما ذكرته الآن ب10 دقائق، كل شيء تفعله، آلاف عشرات الألوف من الحسنات، تغفر السيئات، نخيل في الجنة، الله يصلي، كل هذا بدقائق معدودة. أيضا تستطيع بدقيقة أن تصل رحمك، تتصل بالهاتف، تكلم فلان تسأل عنه عن أخباره وتغلق الهاتف، أحد الأعمام، الأخوال، أبناء العم، أبناء الخال، تتصل عليه بدقيقة، تصل الرحم. تعرف ما أجر صلة الرحم؟ حب أن ينسأ الله له في أثره، ويبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه. الرحم من وصلها رحمه الرب عز وجل. أيضا تستطيع يا عبد الله بدقيقة واحدة أن تدعو الله بما شئت، أي شيء تشاء بدقيقة واحدة. تستطيع بدقيقة واحدة أن تدعو بسيد الاستغفار، تستطيع بدقيقة واحدة أن تسلم على أكثر من شخص، والسلام أجر عظيم عند الله جل وعلا. تستطيع بدقيقة أن تأمر بمعروف، تستطيع بدقيقة أن تنهى عن منكر، تستطيع بدقيقة أن تميط الأذى عن الطريق. دقيقة دقيقة ثم دقيقة، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. أخي الكريم، أختي الفاضلة، لنعمل بهذه الدقائق، إيانا وإيانا أن تمضي علينا، يمضي علينا العمر وقد ضاعت علينا الأيام وذهبت علينا الدقائق والثواني ولم نستغلها في طاعة الله. فلنحرص فلنحرص على استغلال الأوقات، على الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال.